أحاسيسي تاهت أحاسيسي في عالم الإنسان عالم غريب مش عادي في البشر أنوار تاهت أحاسيسي تاهت أحاسيسي في عالم الإنسان عالم غريب مش عادي في البشر ألوان فيه المظالم زادة فيه الضماير غابة وفيه الرجاء لكنه خايف من الإنسان اللي ابتلى بالمال وصار الشرف والهمة يتبعوا بالميزان تاهت أحاسيسي في عالم ياما نفوس أمارة هي حجر سوار لا يهمها مظلوم لا تهزها أحزان لكن مهما اختلف في العادة وتعددت مظالم يمكن في يوم تصفى القلوب واللي انحرف يمكن يدوب تاهت أحاسيسي تاهت أحاسيسي في عالم الإنسان مش نحاول نعاونك معنا شرط تقولي البارح بين التسعة والعشر ونص بتاع وين كنت وش عملت من غير ما تكذب وانا نعديك تو كانك حاشم ولا خايف اطلع عيطولك على ولادته ويطيروك الحشمه والخوف لا انا مش نتكلم وما يقص الراس كان عالي كاينه عاود عشان مره اخرى لا اما خايف نحل مشكلتي نعمل مصيبه لغيري وهكاك ترسيلي كل هرب من القطره جا تحت الميزان الاولاد ظهر لي عمك مطار حاجته بيك لا الله لي تعبه هاني باش نتكلم يبي شوية البلد فيزع سلكتها طردني بالخامة ما حبش يسمعني جملة تعبني الواطي وناوي تعبني اكثر يزي اللي تفتفناه منها فيه البركه تاكل ملحيتك بيدك وقصها معه هذاك ولا جيتك ولا يدخل عندي ربي الفوق وانت اللوت ليش بيه قالك عليا سلاك الواحلين اسمع كان ما توقفش معايا راهي ترسلي في بوفرد ما يزيش خلتها بيا دره ما تخليهاش بيا انت يا عمي انت قاعد تتكلم بالالغاز وناي مخي بدي يخدم ومخي اذا كان خدم راني نكيكس ما نعطيش الجنب حتى لبي أي هات من الاخر راني ماشي العرس هاك تسمع في الربوخ العباد الكل في البطحة الكتابة هذه فيها توصل وفاتوراتي يبصيوني لو كان يحاسبني بهم شكري ولد فريد ندرجوها وتمشي انت للحرس تقول لهم اللي براكاوني وفكولي الكتابة بفاتوراتها وتوصلها وخمسين مليون بحيم يا سي البحيم نين شو مدخلني في هالنزلة تقول اللي انت متعدي الصدفة منعتني منهم ونعطي الولد خويا مليون كارتة تحك في كارتة يا عمي حياة عمرك كنت تتعلم فيها في الكذب والتسوحيل وتوه جاي باش تكمل لي الدرس متاع القلبة والتحيل هكا ولد خويا راني عمك ما نحبكش تشك فيا ولا تخمم بالغلط عمي شد قدرك وهز كارتة بلتك والسلام ما فماش علاش انتي تغلطوني نخلص هاي تفضل انت اللي كنت تبيع ببيك على عشر الاف
كحتاج لكناية وليت لشريف وعفيف. العيب مشو فيك، العيب في ينالي في بالي قصدت راجل. وتقولها لي في وجهي، مكبر راسك كراس البغل لغم يفيك. ومن بعد وين مشيت؟ سامحوني ريقي شيح، راه عندي السكر. زيد تراهن زيد، هات صحيح. مشيت لا حول ولا قوة بالله، مشيت. شوف الطاهر حلو. قالوا له اجا بكري صلى العشاء وجي. هاك جيب كرتبتك في يدك، ما تقوليش كنت تقرا. كنت عند المعلم اليوم ورا ليا الوجه الخايب. مالا باش يقعد بوهالي نسكولي جاي نهار وتفيق، الا هاك المسود راجلي عليا باش يعيش بوهالي ويموت بوهالي. وعد الله عليا هذيك زهري شعطاني. رزيني بركه من الزهر والعطر شيء. نايا توا قلبي فرقت. ادخل ادخل. ربي عطاك هالزين هذا الكل، واش مازلتي تحبي؟ قول لي الساعة. زينة رقدت؟ والله بنيتي رقدت من المغرب، هاك المكبوب عطاها تريحة لا تحلى دزوه. اش باش تعمل يا شامة؟ هذيك مغرفتك واش هزت؟ يلعن بوها المغرفة، ولا اش لازني نجيب في الأولى والثانية؟ راني طلقت وارتحت. ما حمد الله جاي سافر ولا راني ترشقت من اجنابي. تسبر عليها وصوتها. الله يهديك. شدي 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 النفس في بهم روحك. اكا هو من هذوك من الكل تعطيني هذا مباركه؟ شبيك ولي تتقرنط معايا يا راجل؟ تو نزيدك، ما تستعجليش على رزقك. استني بركه نخرج من هالورطه هذية، عيني نعطيهم لك. واش بيك؟ راي عندي شامة واحدة مش عشرين. بي خلينا نمشي نحطك البريد ونجي. استني الساعة. نعم. قبل التاي وقبل السهرية. عندي ما نحكي لك. إن شاء الله خير. ما ثم كان الخير. أشامة. نعرفك خير من عشر رجال كيف توقفي. وأنا نحبك توقفي معايا راني محتاج. وافقت ولا عملت كيما رابح وخرجتك مدنكس. فهمت أنا وياها نتعدى مع 11 ونص تاع الليل من قدام دارها. يشدوني ثلاثة جدعان يفشخوني، تخرج هي تحز عليا كيف تسمع الصياح. كملت صريح ذاها؟ اللي صار صار، الله يغفر ويسامح. ملا كازانوف عامل عمره ومتقيه، وانت كعبور بتاع فسيد تمشي على ساقيها. من بعد شنو اللي صار؟ ما نعرفش قداش قعدت بحذاها، حتى سمعت بالعياط جاي من الشيرة متاع دار سي فريد. لبست جبيرة متاعي في سقاية، وخليت الملمة واللي ثم حدا شامة وخرجت نجري. أسدعو شامل المكافحة برحمة والديك استر عليها راهي وليا. كان يطلع الخبر تتفضح. وي علاش لا؟ أنا وانت تيرارارا لارارا تي. زينة يا زينة إيجا حل الباب، عايش بنتي شوف شكور. بابا جاي بابا جاي جيب لي الشوكولاتة. أي جيب لك الشوكولاتة ديك يجي من جرته بخير. بوك موجود هنا؟ لا امبارح العشية ما جيتش. تحب نعيطلك لمي؟ برا عيطله. شكون؟ راه الحراس قدام الباب. لباسة؟ انت شامة مرت عليك كتكات؟ هي انا هي. تعرفوا هذا؟ اي نعرفه، هو يخدم معاه راجلي وقت الصبة متاع نشير البلدي. مدام شامة؟ نعم. قداش عندك مريتوش؟ تشوفيه كل يوم وهو يتعدى من هنا صباح وعشية، وزيد على هذا الكل دارهم جيراننا ولاد حومة. باهي ياسر. أما هو سي طاهر قال لي جاك البارح للدار مع 9:30 تاع الليل. نعم شبيني أنا داري حلتها للفصايل اللي كيف من هكا؟ وطي حسك واحترم الناس. شبيك خويا تحبوا تعملوا لي فضايح قدام الجيران؟ شبيكم يا أخي؟ وزيد على هذا راني وليا وحدي ورجلي مش لهنا، استناوه على الأقل يجي من السفر.
تحل فمك جاوبها. سامحيني يا هشام، نعرف اللي فضيح، لكن الله غالب ما يلزك على المر كلمة أمر مني. كان ما نقولهمش الحقيقة مباسي، نهون عليك تتحط رقبتي في حبل المشنق. من دون النساء الكل اللي صحبهم الكل، ما لقيت كان شيء ما مرت عليا صاحبك ترمي عليها مشاكل وتحب تخلي لي داريه، وراح متميمتي شويه لين كبيده. لما يجيك عليا راجلي سيد السيوده هذيك وينظف فيك عرضه اللي مسختونه قدام الرجال، والله تبدأش فيك رشحوطه يجبدك. يهديك، تفكري الكرتاب اللي جبتها لك فيها التواصل والفلوس، يهديك عايش بنيت عمي. هزوه من قدامي هالمخلوق لنعمل فيه جريمة توا. سكر فمك واحترم، يا اخي مش تولي تشطح علينا انت. هو قال لي عنده، وانت كان عندك حاجة قولها واسكت. شامة، السيد هذا جاك للدار البارح ولا ما جاش؟ البارح في الليل بعد ما صليت العشاء وعطيت حق ربي، دق الباب حليت لقيته هو سألني على عليا راجلي، قلت له راه ماهوش لهنا، راه مشى يخدم في سوق الثلاث كاو. به بالتفصيل الممل، ما عندي مزرق. هو حب يخدم عليا مخه، يقول لك وليا وحدها في الدار. يا اخي انا قلت له مدام راجلي مش ليه ما تدخلش، فحج على عتبه الباب وقال لي عندي ما نحكي معاك. يا اخي انا دزيته، يا اخي شد الصحيح، يا اخي انا حطيت صويبعي في وذنيا وجيت باش نعمل فيها ووه. يا اخي هو خاف. هشام يرحم والديك، وش بك بدتي الهدر؟ اخي ما عرفتنيش العشية في النهج، وبالله ما راح زين على خالك، وقلتي لي اجا في الليل طير عليا الحزن مدام عليا راجلي مسافر. هاكم شاهدين عليا كيفاش قاعد يتعدلي على شرفي وقول فيها في كلام خايب، وانتم حاكم وسجلوا عليا، وزيد على هذا الكل هاك البنية بنتي زينة صغيرة كان كلامه صحيح أتو تقولكم صحيح، ولي ما عنده شاهد كذاب يكذاب. جيبوه. الاخر لحظه من غير حتى شك كنت متاكد ان طاهر عنده يد في الجريمه. الشامة تكذب، كلام طاهر صحيح، يظهر له قايد باش نحلوا اللعب على الاخرين اللي شاكين فيهم. حبيت تقول طاهر ما يعملهاش؟ لا، حبيت نقول عملت البارح ما نجمش يعملها واحد وحده، 100% معهم جماعه. طاهر نجم يكون واحد منهم، كيما يكون هو لحل الثنيه وقعد بعيد. حتى الزويز اللي عملوا الاكسيدون في طريق الحاج والجماعه اللي سرقوا الكراه بالزوز من العرس، خيط صحاح نجمو نخدموا عليه. انا عندي خيط اخر، دره نسيبت فريد. لكن دره كانت مسافر والتوا ما روح، ونحطوا باللي هي ماهيش مسافر. زعما تنجم تكون واحده من البانده اللي عملت العمله؟ وي علاش لا، نجم تكون واحده من البانده حتى وهي مسافر. وكيما تنجم تكون واحده من نساء اللي يعرفهم وما يعرفوه، وما يعرف عدادهم كان ربي. هك قلت وحدك، ما يعرف عدادهم كان ربي. بركة فيك سي شكري. ان شاء الله بديك يا فاطمة. يا فاطمة، فاطمة. نعم سي شكري. احكي لي صار بعد ما كلمتني في التليفون. عملت اللي قلت لي عليه، سكرت البيبان وشبابك بسيكوريتي وقعدت خانسة هكاكا، وبدات دقان على الباب، ديثرنتها كي ما نجمتش تحل الباب من فتحها، حبت تخلعه. يا اخي سمعت العاد المنفذ اللي جابته معاها، قالها لا راهو ممنوع. مشاو تقبل ما يمشيو، ما تصيبت كل مهبولة وما خليت وما بقات. بصراحة ما كنتش نتصورها تخرج الكلام هذيك من فمها. بربي سي شكري ما تسألنيش عليه شنو، خاطر كلام ما يتقالش. على كل حال يعطيك الصحة يا فاطمة. من غير مزية سي شكري، أمالة نخليها تدخل الدار وتخليها سقف وقاعة؟ مستحيل. نشوف شكون يدق سي شكري، بالك شي هي هداها ربي ورجع لها شهد العقل.
السلامة. مع السلامة. سي شكري عبد المجد موجود؟ شكون قال له؟ أستاذ رضوان العدل المنفذ. باهي لحظة تو يجيك. سي شكري فما شكون حاجته بيك؟ السلامة. تفضل. أستاذ رضوان العدل المنفذ. إذا استدعى من المحكمة. نجم تصحح لي هوني وتعطيني التقارير. استنى ساعة نصحح لك على شنو؟ زوجتك السيدة زينة قدمت فيك قضية استعجالية في الطلاق والجلسة تعيط نهار 17 من شهر الليل. في ساعة وصلت الشكاية وتعيطت جلسة وخرج استدعاء. يا سيدي قل لها حاضر ما عندك كان رجال. تفضل. أعطيني صحح لك. وصلت لطلاق جملة واحدة سي شكري. عجايب آخر زمان. شكري ولد فريد عبد الماجد مرته طالبة منه الطلاق. وعلاش؟ على خاطر قلت لها البوايج توا مش وقته. سي شكري وسع بالك معاها مازلت صغيرة راهي. كان جات صغيرة كما قلت انت راهي تخاف وتوهك. مش تحل عليها باب بلا في غير وقته. اي بالحق مش وقته توا. حقها صبرت شوية وجات عزيتك في بوك ومن بعد يعمل ربي دليل. لا كيك يعطيها الصحة قامت بالواجب وأكثر. تبارك الله عليها. هيك بعثت لي زوز عدول منافذين. واحد الصباح واحد في القايلة. يا بنتي زايد قليل الاصل يقعد طول عمره قليل الاصل. مهدي الاكسيدون اللي فات جاتك جلديه. المره هذه باش تطلع براسك وانت تعرف المعلم اذا يحس بالخطر جاي من عند بوه يذبحه. شنو اللي صار؟ هو صار اكسيدون صغير ويتصلح. انت تعرف روحك بكرهبه مسروقه تدخل في الريسك وتجيب ثنيه ماهيش هي حتى لين تعمل اكسيدون وبالشهود زاده وتخلينا كل في فم مدفع. يا فرج ركليتني بالهضره. خلينا نحكي معك كلمه صاحبي. يا اخويا انا ما نحكيش مع واحد يلعب بخبزته ويدخل لنثه في دولاب خدمته. هاك تشوف جرتهم وين خلتك. سير على رجال كرني طفيتها من الاول. يلا غالب قلت لك من الاول ابعد عليها راهي نار تحرقك. ما سمعتنيش يا فرج. نحبك تصدقني مره واحده في العمر البنية اللي معايا البارح ما هيش السخطة اللي تعرفها. شكون هي جديدة هذه؟ كعبة جديدة. بوها ما يعرفش طرف خلاه وين. تعرف انت وخطيبها البارح في العرس كلمتني بالتليفون قالت لي مهدوش جيت تروح بيا لتونس. قلت لها اوكي ولا يهمك. ياك هو عاد خويا ولا يهمني ياك تشوف. تعرف مادي مش ننصحك نصيحة من الخو لخو. اعرف وين تحط سقيك. المعلم راداراتو برشا ويعرف مصارنك ايش فيه. مش بيتاح لك الهواء صاحبي انت. نعرفك بقلبك. ما تخافش عليه. هاني ماشي له المعلم مش مضوي له بالحكايه الكل. هي موت يسالهن الخالق. تخلوز انت. انت تعرف شي حموده ما يقابلش اللي يجي. اما برا لعل تخطف معاك. قداش عندك تخطف في دار فريد؟ عامين ونص. يقول ولي فريد مش حاسبك خديمه واكثر من هكا تنجم تقول من المقربين برشا وعندك بلاصه كبيره في قلبه. حتى انا مانيش مقصره معاه ولو كان شد عليا اقل ديفو تراه تردني من الشهر الاول كيما عمل مع الاخرين. انت معرسه؟ ما عنديش زهر مع الرجال هكا خير. جاوبني بايه ولا لا؟ حرست وطلقت. نخدم على اربع اخوه معاهم بابا ومرت بابا. سامحني بربي نحب نعرف اخي ما ثما في الدار كان انا. زيد ورينا خدمتنا شكون نعيط وشكون ما نعيطوش. وبديت بك انت باش تقص علينا تعب ونعرفوا نحبوا نعرفوه على موت فريد. وزيد ندور ندوروا في قضايا من نوع هذا نلقاو بونيشات ولا الحكايه. سي فريد قتلوه في الواد وين وقتها في تونس. بربي كيفاش تحبني نعرف اللي صار؟ وي علاش لا؟ شفنا تليفون المرحوم لقيناه الفتره اللي عداها في الهنشير مقبل كان مكالمات بنته دعت وولده شكري وانتي. شفت قداش بلاستك كبيره عنده؟ بون مش مهم. نجمش تقول لي المكالمتين اللي صاروا بيناتكم عشان تموتوا خاصة ثم مكالمة دامت أكثر من ربع ساعة. والله مكالمات عادية ما فيهم حتى شيء وزيد سي فريد ما بيني وبينه شيء. وتعرف عليه كل شيء؟ ليه مش أنا اللي نعرف عليه كل شيء. تضر أخت المرحومة فايزة هي اللي نهار كل شدته من خناقه. حنان ما تنقصش بيا برا صمك.
ما جاوبتنيش. المكالمتين اللي صار فيهم على ريم بنت خالي. اما والله رني سببت معي على الدين باهي برشا. شوف حنان بالتفصيل الممل ما عندي مزاربني، نحبك تصب لي الصبه بالبوت. ما هو وريم ما كانوش متفاهمين، قعدت تطلب فيه وتعاود وهو مطفيها. يا اخي لحل حتبيها باش نعمل لها معاها قاسته. علاش الواسطه؟ هو وريم عاملين شركه مع بعضهم، ما تفهموش في بيع وشريه، كيف فزدت تعاركوا كبرت بيناتهم. لا الحق هكا وسط خير، يعطيك الصح. كمل كمل شوقتني. عملت له ميساج وقلت له الحكي على ريم. اخي كلمني بالوقت كيف حكيت معاه، وافق باش ريم تمشي له للويت وفرد المره يفركوا الرومانه اللي بيناتهم. ايه وكيفاش فركوها الرومانه حسب رايك بما انك وسط خير بيناتهم؟ ريم بنت خالي تحبني ونحبها، اما مش كل شيء تحكي لي عليه. ومشيت لوقتها؟ قلت لك ريم بنت خالي بيرها غارق، ما تنجم تاخذ منها لا ابيض لا اكحل، ديما عينيها على كتافها، تعمل حساب للصغيره قبل الكبيره، قبل ما تقيس تقيس. وحتى كيف طلبتها باش ننشدها شنو اللي صار، كالعاده تليفونها مسكر. ما عاودش طلبتها اليوم؟ طلبتها كي سمعت بخبر سيفيريت، اخي نلقاها ما في بالها بشيء، ومسيكنا زدتها شيء على شيء. البارح ولد خالتها ضربته كهربا قتلته على البلاصه. غريبه، كي ما تعرفش صار ما بيناتهم علاش تعمل فيها الوسط؟ باش تحبني نحلف لك. وراسي انا مصدق. حنان من الاخر، نحب نعرف بالضبط شو اللي بين فريد وريم. شوف انا قداش باهي معاك وناس طيب. ما تلزنيش باش نتصرف معاك تصرف انا ما نحبش نعمل. سي فريد معرس بريم على العرف الجالي. كما تقول انت في النوار. وفقت بهم دره فزدت الملعوب. اعطيه المحضر تصاحبيه ومشي يجيب لي ريم تو. حاضر. عسلامة. يسلمك. ريم سيسي وي وي. لاباس ما؟ حشنا بها. كنت تكلم فيها توا، خذيت الواج ومشيت للبلاد، عندها شكون توفى. اطلب على البورتابل نتاعها. تفضل كلمها. الو. يا بنت شبيك؟ لازمني نمشي توا، البوليسيه جاوا يلوجوا عليا في البوتيك، حتى كنت باش نمشي نعزي خالتي، سقايه ما عادش هزين. ولا قلب عندك، تقتل ميت تمشي في زنازته. ايه شبيك خايفه الخوف هذا كله توا؟ شنو هو شبيني خايفه؟ خايفه لا يطلع شافني حد ليلتها وانا هاربه من دار فريد، نجم يكون حتى الواجيست اللي هزني صبيه. ماكش ناقصه، بلاد كامله تلعب بها وبحثك ديما صحيح. ما تنساش اللي انت ما تعرفنيش، ما تعرفش نمر تليفوني، ما تعرفش ادريستي. اسمع ريم، اي كلمه توصل للحاكم على الاكسيدون وعلى الكهرباء اللي عملت الاكسيدون نعمل لك حي، فهمت؟ سأل شاف الاكسيدون بتاع المرة الأخرى. ما هو لاباس؟ كي نسألك تجاوبني كابيتو؟ ها؟ تحكي على فوزي العساس بتاع الليلة؟ هو اللي شاف الحادث. صباح بركة مشى لمركز الحرس باش يخبر. وين نجم نلقاه البطل؟ كي نسيبو الحرس تلقاه في دار. يتلف فيا، يتلف فيا. قلت لك وين نجم نلقاه؟ ولا تحب تروح فمك بيس دي تاشي؟ حاضر تنوريك ثنية الدار. يمشي عاد. يتحرك.
هاي كدار هذيك الدار هاي مثبته هاي هاي يروح هذا يروح لاباس مش بشكون حاجتك خوي انت فوز العساس انا هو تفضل لاكسيدون شبيه تنسيه اتسبريميه من مخك جمله صغيري مشيت شت قدام الحرس كان عاودو نجدوك تسك تنسى لاكسيدون والكهرباء واللي سوق في الكهرباء واللي قاعد بجنب اللي سوق في الكهرباء كابيتو يمشيش يتحير عليك ضميرك والريقه ذاك الكل وقت الذوب تتبخر تحل بغاز على روحك وعلى امك وعلى ابوك فهمت فهمت باهي هيا تفضل مدام مقر النجم نعرف شنو علاقتك بفريد عبد المجد كيف ما علاقت اي زوج شركه مره متفاهمين مره لا اما الامور ماشيه بطبيعتها كيفاش الله يرحمه كان حاسبني كيف ما بنته مغرقني في الخير اما كل شيء كان باسمه كان طار تعملي وعد بالبيع كيف ما في البورتمان وفي البوتيك وحتى الكهرباء اللي سرقوها لي ديرنييرمون يظن لي هذا سبب المشاكل ما بيناتكم والله حبيتهم يتحلوا كيف ما العاد اما الموت سبق تشويت عليها اكثر من بابا فرق بسيط بيناتهم وانه فريد عبد الماجد مات مقتول هذاك اللي زاد وجعني حياته كامله خير ومغرق الناس الكل وشوف كيفاش كفاوهم بعد في بالك يا مدام اللي موته جات بالضبط مع الرونديفو اللي عملته معاه سبحان الله انا ما عندي معاه حتى رونديفو متفاهمين باش نحكيو كيف يروح لتونس صحيح رونديفو عملته حنان بنت عمتك وهي اللي كانت توصل خير بينك وبين فريد وزيد فما شكون يشد عليك وشافك في الواد الازرق كيفاش انا ما نجمش نمشي للواد الازرق زيد سي فريد يعرف الحكايه ذي بالكدا علاه توا 4 سنين كاملين ما نحطش ثقي في الواد كان يشوفني كامل ولد الفلاح ولا واحد من جماعته ولا ما يذبحوني وزيد هالايامات خرج من الحبس كلمني في التليفون يهدد فيا هاكا بدا بسي فريد وبشي كمل بيا انا البارح ما مشيتش خايفه من كمال واليوم شبيك ما خفتش كي رجع طلبتك لقيتك في اللواج مسافره للواد ولد خالتي محسوب كيف خويا متربين مع بعضنا ملي احنا صغار عمل اكسيدون توفى كريت اللواج باش مشيت عزيت خالتي وعاونتها باللي كتب ونفس اللواج رجعتني لتونس وي علاش لا نجمش تقولي علاش شكيت في كمال دنيا كلبه يا عم بول فقر حبني كمال كان لبس عليه بأرضه وبفلوسه وأنا كنت صغيرة ومن عائلة قليلة برشا جاي خطبني من أمي فرحت عطاتني تقولك على قليلة نرتاح من مصروفها خليني نعدي الباك ومن بعد كيف حبيت نقرأ في الفاكولتي قال لي ما تهبط لتونس لما نكتبو صديق هاي من بعد كي وليت نقرأ في تونس شوف دنيا أخرى وحبيت غيره وليت ما عادش نحب نروح للبلاد فيق بيا فصلها تربيع روحت نلقاهم ناصبين العرس لحلحت بيه بكيت شيء ما فات ما حبش يوخره وليت حضرت روحي باش نهرب في نفس الليله جاوا امن الدوله هزوه كمال كان معارض كي دخل الحبس طلقت منه في اول جلسه شنو تهمته ابارامون فما شكون شاف كتب على الحيط نتاع الهنشير نتاع فريد عبد الماجد لا اله الا الله والخنزير عدو الله ضرب عليها 4 سنين في برج الرومي وتوا عرشوا الكل مشي في بالهم اللي انا ربطتها له مع سي فريد شهادة أخرى وصلتنا تحكي على المرأة في عمرك أنت وإسماعيلك كانت راكبة مع السيد في الكهرباء اللي قتلت واحد في الكياس الميت اللي تحكي عليه ولد خالتي أكثر من خويا تتصورني خليهم طايش في الكياس ونهرب وي علاش لا كان الشاهد خلط خليه يدخل تفضل لي جماعي شكرا
تفضل اقعد. عقلتوش يا سيد هذا؟ عمري ما ريتو، ما نعرفوش. زيد ثبت مليح، بالكش تفكر. ليلي ما ظهر لي كنعرفوا بعضنا. اش قولك سي فوزي؟ ظهر لي نفس الاوصاف اللي اعطيتهم لنا. سي فوزي نشهد على ما نعرف. ما فهمتش فاش باش يشهد عليا الراجل، عمري لا ريتو. اسكت وما تتكلم، كان كي نسالك. وانت ثبت مليح، هذه المراه اللي ريتها ولا لا؟ المراه اللي ريتها كان راسها عريان، مش حاطه فولار. ناحي الفولار ويزم تمثيل. لي عمي انت اللي لبستها الفولاره، منش مثل. قلت لك ناحي الفولاره. وتوا هي ولا مش هي؟ فما ربي في الدنيا. لا لا مش انت. شوف اللي قلته مسجل عليك، وانت تعرف شد زور شنو وراه. نحلف لك ما شد كان بالحق. ربي نور الحق. فوزي كان هدك حد تقول لي احنا نحميكم، تخافش. ما عنديش علاش نكذب، انا جيتكم وحدي باش نظهر حق الراجل، وما عنديش منش نخاف. المراه الاخرى طول من هذه. كانت طويله واليوم شربت. كل شيء نجم يتبدل، الوجه، لون الشعر، لون العينين، كان طوله القصر مع تتربي. وي علاش لا؟ عديها للقيس. حاضر. بعد نجم مشي روحه. نجم تروح، أنا حط في بالك اللي باش ترجع تضيف حدانا مرة أخرى. اطلب لي هشام الكوميسار. وي تفضل. لحظة ما تعلقش، سي فاروق طالبك. مرحبا بك سي فاروق. وين وصلتوا؟ دوب ما يخلطونا لي رابور تاع البوليس تكنيك وتاع التشريح، تسهل لنا ونزيدو نعرفوا حاجات أخرى. ما كنتش ناقصين اكسبيريونس. كان جات الدنيا دنيا، مولا العاملة هذه ما يطلعش عليه السباح. هذا إذا ما دخلتش على الخط مفاجأة جديدة. شو حاب يقول؟ وراء العملة مرأة من جملة النساء اللي يحبوا المرحوم ويغيروا عليه وعلى الفلوس وارزاقه، والمرحوم كما تعرف سيادتك ممحوم بالمرأة. تطويل والتفاصيل يحلوا باب الإشاعات. الدوسي هذا نحبه يتسكر. نحبش نقرأ حتى خبر في جرائد غدو عن المرحوم. سي فريد عبد المجد ما هوش شوية. منحبش موته مربوطة بالفضايح اللي قاعدة تحكيها في التراكن، على خاطر الشيء هذا ما يخدمش البلاد. أدخل. سلام سي هشام. سلام. الله اللي اللغز بتاع الكهرباء بدا بشوية فرز. باهي ياسر. ترى احكي لي الطلاع بتاع الكهرباء، بلكش نفهم معك حاجة. حرس المرور طلع الماركة بتاع الكهرباء ولونها من البياسات اللي طاحوا منها وقت الأكسيدون. أيوة. الكهرباء اللي عملت الأكسيدون وقتلت الصادق، ظهرت ماهيش كهرباء فريد اللي سرقوها من الانشير. وكيف كيف، ماهيش الكهرباء اللي سرقت من العرس. كانت تشخر زيت تبف. زدت مشكيتي الكوارت الكل، مش في بالي اللي قتل فريد هو اللي عمل الاكسيدون. توا تقسمت ولات كل حكايه وحدها. لا ما ظهر لي. علاه؟ الكهرباء تحرينا عليها ظهرت ماهيش متاع حتى حد من جماعه الوقت. لازم تكون تا واحد من اللي حضر في العرس. ما تصورش زاد، ما تصورش واحد باش يجي يحضر في عرس ولد زنيخه وما ادراك. المبيقات الكل فيه ولد مادم الكل حاضره فيه، ويروح من اول السهريه. واحنا نعرفوا لي الاكسيدون صار اول ما بدا العرس. ايش معناه؟ معناها مولا الكهرباء جاب ذمة حاجة أخرى خلاف العرس، قضى قضيته فيسا ورجع لثنيته.
ويا قاتل الروح وانت روح ربك سبحانه جاب له راجل في ثنيته ضربه وهرب. معقول؟ سي هشام انا من رايي قبل كل شيء لازمنا نلقاو الكرهبه هذه. علاش؟ على خاطر هي اللي باش توصلنا اللي نحبوا عليه. وي علاش لا؟ مرحبا، توا كنت باش نطلبك. المعلومات اللي جاتنا من الابحاث اللي عملناها فهمت منها ان القاتل من نجم يكون كان جماعه الواد مظهره ولهجته، واكثر شيء ما عرفته بتركن الدار وما لها. شنو المطلوب؟ توقف كل واحد يعرف دار فريد واللي فيها من البعيد كان ولا من القريب، وتخلي خديجه تشوفهم بالكش تعقل مولا العامله، وما تنساش كمان ولد الفالح. كمان ولد الفالح بيت عندي البارح في المركز وما سيبته كان اليوم الصباح. علاه؟ ما هو العرس نتاع البارح كيف ما قلت لك حاضرين فيه برشا دمادم من العائله من انساب المعلمه، وليت عملت ترافل ولميت فيه اللي عندهم ربطيات الكل. اشكون يعرف؟ به اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر. ابنيتي قلبي عليك دم وانت تنوحي ليل ونهار، لا ماكله لا شراب لا نوم، وكملت دخلت في غوله ملي جلست على الحرس. يا اخي باش نقعد كل يوم ماشي جاي على المركز؟ ما نحبش نمشي. اما ما قولي لهم راني ما عادش نجم. ما تخافيش هاني ماشي معاك. خايفه كي ما تدليهمش انت على ولد الحرام اللي عملها العمله اللي حل فينا جبانه، منو اللي باش يدلهم؟ خايفك الراهو نقول هذا هو يخبيها لي ويقتلني بعد ما يخرج من الحبس. كان حصل وتشد باش تعدى طول المشنقه. ما تخافيش، حطي ربي في بالك وردي بالك تسلمي في حقك وحق سي فريد يا رحم. حطي يدي في النار لو كان ما تطلعش يدور راهي اللي عملتها العمله، اما خرزه ميته هي سبب المصايب. خديجه ردي بالك تنسي حجرتها لينا، ردي بالك تبلعي السكينه بدمها، راك انتي خاسره في الاخر. نعرف. اما لكي تعرفي قولي علي شفتيه الكل اللي زعما قلتها من الاول. لا ما قلتيش اللي بيه الفايده. شنو اللي ما قلتيش عليه؟ ما تحبلينيش يا عايشك، راني مانيش ناقصه. الفليجه نتاع سي فريد اللي فيها ورقه الكل، منه اللي سرقها؟ شبيكي ما قلتيش للحاكم اللي عملها العمله هزها فيده وهو خارج يجري من الدار؟ كيفاش نقول ريت وانا ما ريتش، وكي بحثوني ما نجدونيش عليها الفليجه. لا لا سالوك خديجه وقلتي لهم اللي عملها العمله خرج من الدار ويدي فارغه. خاطر كنت في سينا غير سينتي، مبجوعة غايبة على الدنيا. هو بالحق دي ما فهم حد شيء. يا اخي تحبوني نقول ريت وانا ما ريتش؟ كي ما هزهاش هو، منه اللي هزها؟ باي فزم الكبر وهزها؟ وناوين نعرف. ابنيتي ابنيتي ربي روحك وثبتي بالك، كنتي مشوشه بالك دخلتي بعضك يا بنيتي، راه قال لك الفريجه فيها تركه ما هي تركه. خيلي يا رب. جو كونفيرم التكسيره في الراس. وي ما يبش رابور قال اللي تيحتوا على عادة الدروج هي اللي عملت التكسيره في الراس، والتكسيره اللي في الركبه معناتها السيد اتكربس في الدروج. نجمش تكون الضربه بالكروس تاع المكحله؟ ما نتصورش، على خاطر الكروس نتاع المكحله امبوا ما تنجمش تعمل تكسيره دي 5 سنتيمتر دي بروفوندور. وانتو كان المكحله مازالت في اللابوراتوار. فوالا هاو الرابور. وي ميرسي. المرحوم تاع في الدروج سي بوسيبل؟ مي السؤال طاح وحدي ولا ثم شكون دزو؟ هذي امبوسيبل باش تلقاها في الدوسي اللي في يدك. سامحني دكتور كنت خمم بصوت عالي. هذي حالة صحية. المرحوم كان عنده سلاح، والعمل العاملة كانت عنده مكحلة، والموت بالسلاح أسهل من القتل بالدزان في الدروج. سامحني سي هشام توا باش تولي حالة مرضية. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك.
سي فريد كان راجل عظيم، خسرت البلاد الله يرحمه، عاش نظيف ومات نظيف، خيره كان مغرق الناس كل. بابا كان قلبه باهي، عمل الخير في أهله غير أهله، برشا شليك ردهم روس قصفوه في طنبكو. كان صاحبي برشا، كان يقول لي عبدوك واضح قدام عينيك ورد بالك، كان مصديق نجم يكون العدو المخبي وراهم ظهروا بعد موته على الفيسبوك والجرايد. هذيك البقرة تطيح. خفنا عليك برشا، إن شاء الله العاقبة خير. أنا ما نتكلمش برشا، أما مش معناتها باش نسكت على قاعد صاير. الساعتين اللي توقفتهم في الشرطة لا ما كلفهم له غالين برشا. بركة فيك. لا يوريك غير. بركة فيك. بركة فيك. بركة فيك. سلام فيك. ويني دات؟ تعد من البارح ما كفت لهاش دمعة. والله لا يسامح اللي كان سبب. هيك مسكرة على روحها في بيتها. وين عندها تمشي؟ هطر مشي نشوفها. يوم سيبوها في صعيدي هذوك هو مجموعة مرت بوك، الدنيا ليهم والاخرى لجدودهم. شو بتعمل في بابا ماما؟ شو عليه قليني وعدي؟ يسي عادي يسي عادي يسي بيرح كنت البوليسي يجي وهزو خب برش قفنا تمشي علي تزيد او تقلي همات همات هاش تخليني وحدي عايز. سي خوك حبي لبسني طهمة بالباطل، شوية ربي موجود وما لقاوش علاش يشدوني. ما تخافش ميمة، اليوم حد من نجم يبعدني عليك، مانيش باش نخليك وحدك تهنى. علي سيدي خويا يعملها حبي بعدني عليك مع ابو فاضح بنيتي وسخدر الدنيا عمي على كل شيء، ويحب يرتاح مني هو واخواته البنات باش تفضلهم ويقولوا لك حقك في الرزق اللي خلته لك امك يرحمها. اما يعيوا وهما يقبضوا، مادامنا احنا زوز نحبوا بعضنا ويفرقنا كان الموت. انا ذكرى ما نحبهمش خاطرهم كلهم ما يحبوك. ماني قلت لك حد ما يفرقنا يا دعد الغاليه، مادام يا حيه حد ما يمس شعره لا منك ولا من رزقك. هاي يسي يسي ما تحبش تشوفك هكا. بسم الله على بنتي. دمتلوش الدنيا ها دمتلوش، يعني قد ما نهب وقد ما فكر زاق وقد ما تعدى على حرمات وقد ما قهر رجال وفي الاخر ربي جزاه على قد فعل. شفت اخرته يا ربي راني مش متمت. اللهم لا شمات، يمكن تلو الواحد هانو على الاقل يفرغ لي في قلبي. واذكروا موتاكم بخير، راك رجل كبير وتعرف ربي. برا باركه وانت ما حفظتك القواعد، اللي عند ربي خير يا مسكين. احمد ربي ليلتها مشيت للعرس ولد اختك في زغوان، حال راك الجمايه تاكل في المسقط في المركز. حتى انا هكاك ما وحبوا يلبسوا هالي، لكن الطاف من الله سبحانه وتعالى. مش هاتك الطفله خديجه، قال لك رجات الواد الكل كركرها للمركز، البلاد الكل تفاقوها بالعصار. كما ربي سبحانه ولطف فينا وينظرنا بعين الرحمة. أمين يا رب العالمين. مسيك. أهلا بعمي فيسا، مشيت عزيت وجيت. هات هات عملي قهوة شوكولاتة. حتى هو نهير شوكولاتة اشترى الواد هبط لتونس يعزي.
يزيدش من الضمار نتاعك. كيف نمشي نعزي ما يقولوا قتل الميت ومشاف زناسته، وكيف ما نمشيش يقولوا هو اللي عمل العمل. اخي وينك البارح؟ شبيني مريتكش في الوقت. في عالم الإنسان عالم غريب مش عادي فيه البشر ألوان تاهت أحاسيسي تاهت أحاسيسي في عالم الإنسان عالم غريب مش عادي فيه البشر ألوان فيه المظالم زادة فيه الضماير غابة وفيه الرجال لكنه خايف من الإنسان اللي ابتلى بالمال وصار الشرف والهمة يتبعوا بالميزان تاهت أحاسيسي في عالم أمارة هي حجر سوار لا يهمها مظلوم لا تزهى أحزان لكن مهما اختلف في العالم وتعددت مظالم يمكن في يوم تصفى القلوب اللي انحرف يمكن يتوب تاني أحاسيسي تاني أحاسيسي في عالم الإنسان.